ومن مدينة الكاظمية معنا مباشرة من بغداد مراسل يو تي في حيدر البدري. أهلا بك حيدر، يعني ضعنا في صورة وأجواء توافد الزائرين إلى الكاظمية المقدسة، هل هناك إقبال؟ كيف تسير الخطة الأمنية وكذلك الدعم اللوجستي هناك؟ أهلا أهلا بكل من يشاهد يو تي في. نحن الآن في مدينة الكاظمية المقدسة. مدينة الكاظمية المقدسة آية في هذه الأحداث، يعني لا توجد حولها أي خطة أمنية أو أي حواجز أمنية أو أي قطوعات للطرق، على اعتبار بأن هذه الكاظمية هم سيذهبون إلى كربلاء وليس العكس. لكن ما رصدناه من خلال تواجدنا في مدينة الكاظمية المقدسة يعني منذ أن وصلنا إليها، هو الأعداد الكبيرة من الزائرين من الدول المجاورة أو الزائرين الذين توجهوا إلى كربلاء من خارج العراق. يعني شاهدنا عدد من الزوار الإيرانيين، الباكستانيين، البحارنة من الكويت، عمان، الخليج العربي، يستثمر زوار الأربعينية من خارج العراق هذه الفرصة لأداء الزيارة الأربعينية، ومن بعدها توجهوا إلى مراقد أخرى داخل العراق قد تكون على رأس وجهتهم النجف الأشرف وأيضا بعدها الكاظمية المقدسة وسامراء. هذا هو أكثر ما لاحظناه. عدا ذلك الأمور طبيعية في الكاظمية، هو يوم كأي يوم آخر، بل على العكس هنالك قلة من الزائرين خصوصا من أهالي الكاظمية أو من أهالي بغداد في هذه الأيام للكاظمية المقدسة بسبب توجههم إلى مدينة كربلاء المقدسة لغرض إجراء الزيارة الأربعينية. الأعداد جيدة المتواجدة هنا في الكاظمية، أعداد كبيرة، نلاحظ أن معظمهم كما ذكرت لك هم من الزوار من خارج البلاد. على ذلك نشاهد انتشار الكثير من المواكب الخدمية، أحد المواكب كنا بقربه قبل قليل هو تابع للشرطة الاتحادية وغيرها من المواكب. هذه المواكب تجعل الزائر الأجنبي يبقى في جو كربلاء من خلال تقديم الخدمة من الأكل والشرب ومحطات الاستراحة، رغم أن من يأتي إلى الكاظمية بالتأكيد لا يأتي في هذه الأيام سيرا على الأقدام، بل يكمل زيارته إلى كربلاء ويتوجه، أو بالعكس يتوجه إلى الكاظمية يعني يقيم مراسيم الزيارة للإمامين الجوادين وبعدها ينطلق سيرا إلى كربلاء. نعم، مراسل يو تي في من بغداد وتحديدا من الكاظمية المقدسة حيدر البدري، شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة.